مديرية مع ميسان أنجزت خلال هذه السنة حوالي 5 مشاريع حيوية ذات طاقات كبيرة تبلغ طاقة المشروع الواحد 400 متر مكعب الساعة مع الخطوط الناقلة في الأقضية والنواحي في مركز المحافظة، مشروع في ناحية المشرح، مشروع في قضاء كويت، ومشروع في الميمونة، ومشروع في السلام، ومشروع في مركز مدينة العمارة في المناطق الحدودية لمركز مدينة العمارة اللي هي مقاطعة 14 والمناطق مقاطعة 5 والمناطق المحيطة بها. خلال الأشهر القادمة إن شاء الله سوف يتم إنجاز حوالي 7 مشاريع وصلت نسب إنجاز متقدمة، توزعت في مركز المحافظة وفي الأقضية والنواحي في قلعة صالح وفي سيد أحمد الرفاعي وفي بني هاشم والكحلاء وفي مركز المدينة وفي قضاء علي الغربي. الخطة القادمة لعام 23 كانت خطة غنية إن شاء الله إذا تم تخصيص المبالغ اللازمة لهذه الخطة وتنفيذها.